رمضان طيبة وسلام عليكم جميعا. الواحدة بعد الظهر هنا في الإذاعة الوطنية التونسية، ونستهل نشرة الظهر للأخبار بالعناوين. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يلغي العمل باللجان الطبية المركزية ويضعف التحويلات المالية لخلاص كافة منظوره. التعديلات المدخلة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة الجزائية موضوع متابعة في النشرة. الاحتلال الصهيوني يبدأ عملية عسكرية جديدة في بيت حانون شمال قطاع غزة، ومحكمة العدل الدولية تصدر غدا قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة ورفح. إلى التفاصيل. في إطار تحسين الخدمات المزداة وتقريبها من المضمونين الاجتماعيين واختزال أجال الانتفاع بها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلغاء العمل باللجان الطبية المركزية المحدثة على مستوى الأقاليم الطبية وإحالة الملفات المتعلقة بعدد من الخدمات إلى الهياكل الجهوية والمحلية للمراقبة الطبية. المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي أوضح للأخبار أن هذه القائمة الأولية من الخدمات ستشمل لاحقا مزيدا من الخدمات الأخرى. احنا توا في الإجراءات العادية، كان المضمون الاجتماعي يودع الملف بتاعه للحصول على خدمة من الخدمات يوفرها الصندوق، تتم دراستها على مستوى إداري في مستوى المراكز، ثم تحال إلى الأقاليم الطبية لتتم دراستها على مستوى طبي. في إطار تفسير الإجراءات وتسهيلها وتقريبها من مضمونين الصندوق والمضمونين الاجتماعيين بصفة عامة، تم إلغاء اللجان المحتة على مستوى مركزي، وصدر البلاغ وضمن قائمة أولية في الأعمال الطبية اللي ما عادش تخضع للمراقبة الطبية المركزية ولا تخضع للمراقبة الطبية على مستوى جهوي ومحلي، مثل في اسناد الالات الطبيه، الاعمال الطبيه على مستوى قلب، الدياليز، الاقرار بالمرض المعني، وايضا طلبات الانتفاع بالتصوير المقطعي البيتسكا. باش يقع لاحقا النظر في مزيد تحسين الخدمات، وذلك بادراج عديد الخدمات الاخرى، والهدف الاساسي هو لمركزيه اسداء الخدمه. وفي إجراء آخر يهم التحويلات المالية لفائدة مزدي الخدمات والمضمونين الاجتماعيين، تم في موفى شهر أفريل الماضي مضاعفة التحويلات وخلاص أكثر من 382 مليون دينار لفائدة كافة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق ما أوضحه المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي. التحويلات المالية اللي وفرها الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة مزدي الخدمات في القطاعين العمومي والخاص وأيضا المضمونين الاجتماعيين، المبالغ اللي تم صرفها خلال شهر أبريل وصلت 382 مليون دينار، وتم توزيعها في حدود 54 مليون دينار للمضمونين الاجتماعيين. والهام هنا أنه تم خلاص المتخلدات الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين اللي هي بعلاقة باقتناء الأدوية نسبة التسقط اللي هي في حدود 30%، أيضا تم خلاص تحويل مبالغ هامة لفائدة المستشفيات العمومية والعسكرية وأيضا الصيدلية المركزية في حدود 214 مليون دينار، كما تم خلاص مزدي الخدمات باختلاف أصنافهم في حدود 114 مليون دينار. صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، وقد شملت التنقيحات أساساً أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها. قراءة في التعديلات وتداعياتها على المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد في التقرير التالي لجهان علوان. يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على وجه الخصوص مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدالها بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان، إضافة إلى مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة. المحلل المالي بسام النيفر اعتبر أن تخفيف العقوبات في مشروع التنقيح يسمح للفاعل الاقتصادي بمواصلة نشاطه في السوق. النية للتتجه فيما يخص تعديل فصل 411 المجلة التجارية إلى إلغاء العقوبات السجنية النهائية. الفكرة هي تخفيف هذه العقوبات، تبديلها بعقوبات بديلة غير سلبة الحرية أساسا، واللي هي تسمح للفاعل الاقتصادي أنه يواصل النشاط متاعه. الفكرة المهمة بالنسبة لي أنا هي أنه إلغاء والتجديد على أنه الشيكات لا يتم استعمالها كوسيلة ضمان. سكوك الضمان تجريمها لكلا الطرفين يجعل اليوم على الأقل أنه يتم استعمال الصك
كوسيله دفع بالحاضر كما ينص عليه القانون. ولفت المحلل المالي بسام النيفر الى ان التنقيحات المدرجه في الفصل 411 قد تسبب صعوبات لبعض الفاعلين الاقتصاديين. بصفه عامه السوق باش يلقاو وسائل جديده لضمان العمليات التجاريه بين المتعاملين الاقتصاديين، ولكن في نفس الوقت قد يسبب بعض الصعوبات التجاريه بالنسبه للناس اللي هما في الحقيقه خاصه المتعاملين الصغار اللي يبيع حاجه معناها بالتقسيط على 150 و200 دينار كل شهر. هذاك يلزم اليوم يلقى وسيله جديده باش يكون يحترم القانون وينجم معناها في نفس الوقت يواصل عملياته التجاريه. ومن المنتظر ان يعرض المشروع الحكومي لتنقيح الفصل 411 من المجله التجاريه للمصادقه عليه امام البرلمان. مقرر لجنه التشريع العام ظافر الصغيري اعتبر ان مشروع التنقيح جاء مبتورا ولا يلغي بوضوح العقوبة السجنية. اللي يرد في المجلس الوزاري لا يلبي أقل الانتظارات اللي كنا نستناو فيها وكان يستنى فيها الشعب من التنقيح. ما فماش حاجات الحقيقة جوهرية، ما فماش إلغاء تام للعقوبة السجنية بصيغة واضحة وصريحة. وأكيد أنه هذا مبتور لأنه المنتظر هو مشروع أشمل وأعم من أكثر فصول في المجلة التجارية، ويحكي على مسؤولية البنوك وطريقة التعامل الجديدة بالشيك والرقمنة والشكل الإلكتروني وهذه كله. وكتمت التجزئة نحكيه فقط على تنقيح الفصل معناه 411. ويأمل المتعاملون بالفصل 411 في أن تضمن التنقيحات الجديدة حقوق الدائن والمدين من جهة، وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة من جهة أخرى، على أن تساهم في تحسين المناخ المالي والاقتصادي للبلاد. أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناصر العمدوني أن المقترح الذي تقدم به الاتحاد بخصوص إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية ينهي التعاطي مع القطاع وفق الأحداث الظرفية، ويضع مقاربة تضمن ديمومة المنظومات الفلاحية وتحقق الاكتفاء الذاتي. احنا طرحنا انه يكون تحت اشراف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه التابعه لرئاسه الجمهوريه، وتحت اشراف مباشر لمجلس الامن القومي الذي يترأسه السيد رئيس الجمهوريه. بالنسبه لنا احنا لابد ان نعرف نجاوب على اي فلاحه نريد، اي فلاح نريد، شنو هي الاهداف نتاعها اللي هي بلوغ الاكتفاء الذاتي، الاهم من بلوغ الاكتفاء الذاتي هي ديمومه هذا الاكتفاء، المدخلات ما نجموش نتحدثوا على اكتفاء ذاتي وديمومه وسيادة غذائية وأمن غذائي وسيادة وطنية والمدخلات نوردوا فيها من برا. إذن وجب العمل على هذا. احنا اليوم فتحنا 7 ورشات في الاتحاد باش تشتغل، ستوضع في كتيب ونقدمه إلى سيد رئيس الجمهورية، ونتمنى ونرجو في أنه يتبناها، وهكاك نخمو البعد الاستراتيجي ونحقو أمننا الغذائي واكتفائنا الذاتي الدائم. وأفاد رئيس الاتحاد بل مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناصر العمدوني في موضع آخر أن المخزون الاستراتيجي من الحليب المعلب يقدر اليوم ب20 مليون لتر، وأن المنظومة تحتاج إلى توفير الأعلاف لكامل السنة لتلافي النقص المسجل خلال بعض الفترات. وعبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن أمله في الوصول إلى تكوين مخزون استراتيجي من الحليب المعلب يقارب 40 مليون لتر خلال المقبل، مما سيمكنه من تغطية الطلب على هذه المادة عند تقلص الإنتاج. تم أمس الإعلان عن انطلاق نشاط جامعة التصرف في الوجهة السياحية تونس قرطاج بعد سنتين من التحضيرات، وهي واحدة من 4 جامعات تهدف إلى إبراز الموروث الثقافي المادي واللامادي للجهات. وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بالحسين أكد نجاعة عمل كل جهة على الترويج بطريقتها لخصوصياتها السياحية. كل جهة يلزمها هي تروج بطريقتها المغايرة على جهة أخرى للخصوصيات متاعها الثقافية الحضارية الطبيعية الصناعة التقليدية متاعها الأكلة متاعها. هالطريقة هذه متميزة وناجعة وعندنا نتيجة وجد ظهر تم أحداثها معناها سنة 2018 2022 بعد 4 سنوات حصلت على جائزة أفضل وجهة سياحية مستدامة خضراء في العالم.
تؤمن المنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية من خلال الاتصال المباشر بهم في أماكن تجمعهم. ووفق أحصائيات للمنظمة، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس والراغبين في العودة إلى بلدانهم في تزايد، وفق ما أفاد به رئيس المكتب الفرعي للمنظمة بجرجيس مهدي بوغربة. البرنامج هذا يتم على عدة مراحل. المرحلة الأولى هو أنه الأشخاص اللي هم مهتمين بالبرنامج هذا يتصلوا بالأويام ولا شركاء منظمة دولية للهجرة في تونس ويجوا عند المكتب المنظمة الدولية للهجرة ويكملوا إجراءات التسجيل اللي هي ناخذوا فيهم أراهم واللي هم معناها بصفة طوعية يحبوا يرجعوا لبلدانهم الأصلية، ونمشوا للمناطق اللي هي تجينا معلومات من خلال الشركاء الوطنيين اللي هي معناها فيها نسبة عالية متاع أشخاص موجودة تحب تروح. دونك احنا نمشي لهم وين موجودين ونعطوهم قصصات على كيفية الاشتراك في البرنامج هذايا. تقريبا مواطنين تاع 27 دولة تمتعوا بالبرنامج هذايا وتم اعادتهم الى بلدانهم تقريبا من بداية 2024، يعني تقريبا حتى العدد صراحة مقارنة بالسنوات الفارطة ضعف اكثر من مرة. نشرة الاخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينيا بينهم أطفال إثر غارات جوية على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية. وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية جديدة في بيت حنون ووسع توغله وقصفه المدفعي في مخيم جباليا شمال القطاع وكذلك وسط القطاع، حيث قصف منزلا وتجمعا لنازحين في حي الدرج ما أدى إلى استشهاد 26 فلسطينيا معظمهم أطفال. كما أقدمت قوات الاحتلال على أحراق مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا بتزامن مع غارات مكثفة على مخيم بينا ومنطقة السوق وسط مدينة رفح. وأعلنت سرايا القدس وكتائب القسام أنها تخوض معارك ضارية مع قوات العدو في عدة جبهات من القطاع، وأنها قصفت بوابل من قذائف الهاون الحشود العسكرية الصهيونية والأليات المتوغلة في مخيم جباليا وكذلك في مدينة رفح. في المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة جندي بجروح خطيرة في معارك شمالية القطاع وإصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة. وعلى الصعيد الإنساني، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوبوريل اليوم أن الجهات المانحة في الاتحاد استأنفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا باعتبارها شريان حياة لا غنى عنها في غزة والمنطقة برمتها. وعلى المستوى السياسي، أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أنها ستصدر حكمها غدا بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أوامر بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي مدينة رفح. من جهة أخرى، طلب وزير المالية في حكومة الاحتلال باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجنب. التفاصيل في التقرير التالي، صياغة أقمر الغربي وقراءة نفيسة حسني. مع استعداد محكمة العدل الدولية لإصدار حكمها غدا بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي مدينة رفح، أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن السيناريوهان المحتملان هما أن تأمر المحكمة بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح أو أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل عبر أوامر قضائية. على صعيد آخر، طلب وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجانب، من أبرزها المصادقة على بناء 3 مستوطنات جديدة كلما اعترفت دولة جديدة بفلسطين وإلغاء تصاريح سفر كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه هيئة البث الإسرائيلية أن فريق التفاوض يتلقى توجيها في اجتماع مجلس الحرب باستئناف الاتصالات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى
مع حركة حماس، وتستمر مساعي الوسطاء لإقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تمهيدا لإنهاء الحرب على غزة، غير أن قطر ومصر حذرتا من محاولات التشكيك بالوساطة ودعتا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تكيل الاتهامات لجهود الوساطة. وقالت القاهرة إن استمرار التشكيك في وساطتها لإنهاء حرب غزة قد يدفعها للانسحاب، وذلك بعد اتهامات من وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية لجهودها. وعادت الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي لدعم وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد مرحلة من التحديات الصعبة التي واجهتها الوكالة بسبب الدعاية الصهيونية الموجهة ضد وجودها ورسالتها الإنسانية في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. تقرير ناجي بن جنت. استأنفت جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، حسب ما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيبي بوريل. عودة تأتي بعد مرحلة من التضليل والأكاذيب وتزييف الحقائق سقط خلالها الكثير من هذه الجهات المانحة ضحية الدعاية الصهيونية المغرضة التي حاولت الإهامة بأدوار مريبة للأونروا من أجل القضاء عليها واحتواء رسالتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عودة لها أبعادها وفق الدبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي. عودة الاتحاد الأوروبي لدعم الأونروا هو مؤشر أول لاتخاذ الاتحاد الأوروبي تمشي مغاير على تمشي الولايات المتحدة من ناحية، ومن ناحية ثانية لتفادي الشرخ اللي قاعد يبدأ في صلب دول المكونة للاتحاد الأوروبي. شفنا الدول إيرلندا والنرويج وإسبانيا وعلى طريقهم يعني دول أخرى أوروبية. بشوي أوروبا يعني فيها زوز اتجاهات، وهذا مما يعمق هو بين أعضائها. ناحيتين نعرف الوضع الاقتصادي اليوم في أوروبا جراء الخلاف الكبير مع روسيا، وهذا مؤشر جديد لأنه تو الشعوب بدأت تتألم من هالوضع الاقتصادي هذا ورجوع لمواقف أوروبية لضمان الاستقرار في محيطه مباشر. عودة الجهات المانحة لدعم الأونروا تتزامن مع تحولات جذرية في الرأي العام الأوروبي والغربي إزاء الحرب في غزة وبروز مواقف سياسية قوية داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة المشروعة في مواجهة التوحش الصهيوني. وإلى إيران الآن، حيث شارك الآلاف من الإيرانيين اليوم في اليوم الأخير من مراسم تشييع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في مسقط رأسه مشهد، وسيكون مثواه الأخير في مرقد الإمام الرضا أحد أئمة الشيعة بعد أيام من وفاته إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية شمال غرب البلاد. وشهدت العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أمام مبنى الوزارة بحضور عدد من المسؤولين، كما تم نقل جثمان عبد اللهيان إلى مدينة الري جنوبي طهران تمهيدا لمواراته الثراء هناك. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة الظهر للأخبار، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية، وهذا تذكير بالعناوين. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يلغي العمل باللجان الطبية المركزية ويضاعف التحويلات المالية لخلاص كافة منظوره. التعديلات المدخلة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة الجزائية موضوع تابعناه في النشرة. الاحتلال الصهيوني يبدأ عملية عسكرية جديدة في بيت حانون شمال قطاع غزة، ومحكمة العدل الدولية تصدر غدا قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة وفي رفح. أجمل تحية تقمر الغربي، إلى اللقاء.